السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه النايتي، اسهل واجمل والذ كيكه ممكن تاكليها في حياتك. ان شاء الله هنعملها سهله جدا وبسيطه، كلنا بنحبها كبار وصغيرين وبنشتريها من السوبر ماركت. مش هخدعك واقول لك انك تعمليها زي بتاعت بره، بس اقسم لك بالله هتعمليها احلى بكتير وانضف واجمل من بتاعت بره 100 مره، ومقادير كلها سهله جدا وبسيطه. انا سميتها كيكه النص كوبايه لان مقاديرها كلها نص كوبايه. هنحط كل حاجه في الخلاط. عندنا معايا 2 بيضه، نص كوبايه زيت، معاها معلقه سمنه، عندي نص كوبايه سكر، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه لبن. حطيت 2 بيض في الخلاط، عليهم رشه الفانيليا، تمام، وعليهم نص كوبايه اللبن. هحط كله على بعضه ما عدا الدقيق، كله في الخلاط ما عدا الدقيق. سهله جدا جدا ومش مكلفه تماما. ماشي، نزلت كده اهو انا بكوبايه الزيت، بنص كوبايه الزيت. لو انت مش عايز تحطي السمنه او الزبده ما تحطيش، خليها زيت بس. وهنا معلقه صغيره من الخل، طالما كيكه انا بحط لها خل على طول، تديها هشاشه وبتخليها كده طريه، تمام. والسكر وكل حاجه كده حطيتهم عدد دقيق، ضربتهم كويس جدا جدا. تحسي ان الخليط بقى كريمي شويه وبقى لونه ابيض حلو كده. هسيبهم على جنب، هجيب نص كوبايه الدقيق، نخلتها كويس جدا، هضيف لها معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه ملح بسيطه، تمام. انا الكيس ده كنت واخده منه قبل كده، فدي معلقه صغيره اللي باقيه في الكيس، تمام كده اهو. وطبعا دي اتنخل قبل كده مرتين، لازم الدقيق في اي كيكه يتنخل كويس جدا. بقلب الدقيق مع البيكنج باودر عشان ما تبقاش في حته عاليه عندي في الكيكه وحته لا. تمام. دلوقتي هنزل على الدقيق بالسائل اللي انا ضربته في الخلاط، شايفين. انا بس هنا يا دوب بخلي الدقيق يختفي بس مش اكتر، مش عايز الدقيق يبقى ظاهر خالص ولا يبقى مكلكع في اي حته، خلاص كده. الوقت اللي انا بعمل فيه الكيكه دلوقتي، طبعا انا ما خدتش 5 دقايق في تحضيرها، انا مولعه الفرن مش اكتر من 5 دقايق علشان ما تديش صدمه للكيكه وتنشف مني، شايفين. بصوا هي سهل يعني، سايله جدا، قريبه من عجينه الكريب، مش زي عجينه الكيكه العاديه. عندي صينيه، اكبر صينيه عندي مقاس 32. ايوه انا خدت صينيه كبيره مع ان الخليط بتاعي قليل، لان انا مش عايزه الكيكه تبقى عاليه، عايزه الكيكه تبقى سمكها رفيع جدا، يعني العلو بتاع الكيكه بعد ما تستوي هتبقى سنتي، تمام. كده انا نزلت كل الخليط بتاعي كده اهو في الصينيه. الصينيه دي ستانلس، وما تخافيش دخلتها الفرن وكنت مبطناها بورق زبده واستوت وما اتحرقتش ولا اي حاجه، ما تقلقيش. هحطها في الرف الوسطاني في الفرن لمده 1/3 ساعه، مش هفتح عليها قبل 1/3 ساعه، وهفتح بعد 1/3 ساعه اشوفها استوت ولا لسه، تمام. زي ما تيجي الفرن سابقه التسخين على 180، 5 دقايق بس تسخين. 1/3 ساعه وكانت استوت معايا وانا اختبرتها اهو قدامكم. بعد كده فتحت لها الشوايه، يا دوب اخدت لون بسيط جدا، انا مش محتاجه لون جامد فيها لان كده كده اللون ده مش هيبقى ظاهر معايا، بس عشان اتاكد ان الوش مستوي، تمام. طبعا لسه سخنه، بس انا ايه هسلكها كده اهو من الجناب عشان اعرف اشيلها بسهوله، تمام. هي طبعا هتتشال بسهوله جدا عشان ورق الزبده، بس المكان ده ما كانش فيه، كان ما كانش واصل ورق الزبده، عشان بس اتاكد ان هي سالكه معايا ومش مش شبكه. خلاص من 4 جوانب اتاكدت ان هي مش لازقه معايا ولا حاجه. هسيبها بقى لغايه ما تبرد، مش هتحرك، مش هحركها من مكانها عشان ما تتكسرش مني، تمام كده. بعد ما بردت بقى خالص قلبتها في صينيه تاني، وهشيل ورق الزبده بالراحه عشان ما تتكسرش مني، لان هي يعني هشه جدا جدا وما بتستحملش، تمام. زي ما انت شايفه كده اهو. طب انا بحاول بالنظر كده اقسمها بالنص، يعني اشوف اقسمها بالنص بالظبط، وقسمتها كده بالنص حلو كده. ليه بقى؟ عشان انا هعمل طبقتين، هحط طبقتين فوق بعض. عندي هنا اهو مربى التين، دي ماما كانت عاملاها،
طبعا اي مربى هتستخدميها متاح عندك، عايزه تين، عايزه فراوله، عايزه مشمش، اي مربى هتستخدميها تضربيها ضربه كده بسيطه في الخلاط بحيث ما يبقاش فيها قطع، عشان تعرفي تفرديها وتروح وتيجي معاكي وانت بتفرديها. تمام، ان شاء الله هبقى هنعمل لكم المربات، كل مربى كل فاكهه هنعملها في موسمها ان شاء الله مع بعض حلقات الجايه كتير. دي بقى مربى التين، زي ما قلت لك ضربتها في الخلاط وفردتها على نص واحد بس منها، وهجيب النص التاني وهحطه فوق النص اللي انا دهنته. تمام كده، اتعامل معاها بالراحة جدا لان هي رقيقة جدا جدا وممكن تتكسر منك بسهولة. دلوقتي بقى انا خلاص هسوي الاطراف بتاعتها، طبعا مفيش حاجة بتترمي، وعايزة اقولك ان هي اتاكلت ما شاء الله، يعني من وانا شغالة اتاكلت الاطراف ديت بسرعة، يعني ما شاء الله هنا والشفا على الاكل. دلوقتي هسوي الجوانب دي كلها، هشيلها، الغرض منها بس يبقى تديني شكل منظم للنايتي زي بتاع بره بالظبط، وشكل يبقى شكل حلو كده متبقاش احرف ناشفه. تمام، وبرضو بحاول اقسمها بشكل تديني برضو كلها تبقى متساويه في الاخر. هقسمها لاربعه بالطول بالعرض، سوري، اربعه كده بالعرض، تمام، بالتقريب برضو يعني. تمام كده، في ناس ممكن تحشيها نوتيلا او شوكولاته، انا مش حب ما حبيتش بصراحه الحشوه دي، حسيتها تبقى تقيله خاصه لو انت قدمتيها للاطفال يعني، بس الفراوله يعني اي مربى هتبقى احلى بكتير ومغذيه عن الفراوله، عن الشوكولاته سوري. بعد كده بالطول رحت مديها برضو قسمه بالطول، دي بقى برضو نفس الصوص اللي انا او المربى، خففتها في المضرب زي ما قلت لك ناعمه خالص، حطيتها في كيس ثلاجه وفتحته فتحه كده صغيره، وهحاول ادي اشكال كده هو من فوق على النايتي شبه بتاعت بره، زجزاج بقى، خطوط بالطول، خطوط بالعرض، زي ما انت حابه يعني، هتشكليها بقى زي ما انت عايز. انا حاولت اجيب شكل بتاع بره، تمام، خطوط كده طول بالعرض كده، سبعات في تمانيات كده يعني. تمام، بصوا شكلها حلو جدا، هعمل واحدة كمان تانية معاكم. انا طولهم معايا تمانية، تمن قطع نايتي في منتهى الجمال وفي منتهى النظافة، وكفاية ان انت عاملاها بايدك وضمنة ان هي نظيفة وما فيهاش مواد حافظة وما خدتش منك اي حاجة، لا مقادير ولا وقت ولا اي حاجة، اسرع كيكة ممكن تعمليها وبنتيجة مضمونة جدا جدا ان شاء الله. تمام، انا كده عملت القطعة التانية، انا كده خلصت خلاص باقي التمانية. تعال بقى نشوف هنقدمها ازاي، شايفين المنظر قد ايه جميلة وارتفاعها حلو جدا جدا. في ناس ممكن تعملها تلات طبقات براحتك، بس هي كده بتبقى معقوله يعني، ما بتبقاش عاليه قوي، هي بتبقى الارتفاع ده معقول جدا. بصوا هنقطعها قدامك عشان تشوفي قد ايه هي هشه وناعمه جدا، مش مستحمله، دايبه جدا، وعايز اقول لك ان ريحتها كانت قلب الدنيا. بصي حاجه في منتهى الجمال، وهم بتتكلم عن نفسها، لازم لازم تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه في الكومنتات يا جماعه.